قابلت احدهم في مؤتمر منذ 3 أعوام لكلام مقاربة بين الأديان هكذا. قال احد القساوسة الكبار من الفاتيكان وانا جالس بين الحاضرين يسألني سؤالا قبل ان يبدأ كلمته: اين محمد الان يا شيخ؟ قلت له: في الجنة عند ربه. قال: حي ام ميت؟ قلت: اذا كان الشهيد عندنا حي فان محمدا الامة كلها تصلي عليه في كل وقت فيرد الله اليه روحه فلنعتبره حيا عند ربه. قال: وله رصيد عند ربه؟ قلت له: بلى. نعم. قال: ولما لم يطلب من ربه ان يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ تعجبت. قلت له: لقد طلب من ربه، وماذا اعطاه الرب؟ قلت: ان الرب قد بكى. عجبا، الرب يبكي؟ قلت له: نعم، واذا عرف السبب بطل العجب. قال له: اذا لم احمي ولدي من الصلب كيف احمي حفيدك من القتل؟ سبحان الله. المهم، الله سبحانه وتعالى، والله يا إخوة أقسم بالله إن الحق أبلج وإن الباطل لجدج، وهو أحد كبار الأساقفة في الفاتيكان، قبل أن يبدأ كلمته وكأنما سبحانه اهتزت الوريقات في يديه وظل دقيقتين يشرب الماء قبل أن يبدأ المحاضرة. وطبعا صدر قرار من المؤتمر ألا أحضر مثل هذه المؤتمرات مرة أخرى. جماعة حجاج مصريين راكبين السفينة من ميناء السويس إلى ميناء جدة، معهم رجل فقير الحال مع 12 جنيه مصري، كان كمية في هذا الوقت. وبعدين على السفينة أعزكم الله قرد، نزل القرد، الرجل الحاج طلع السرة بيعد الايه المال بتاعه، القرد خطف السرة وطلع على الساري فوق ويرمي للرجل نص جنيه ويرمي في المية 40 جنيه، يرمي للرجل 10 قروش ويرمي في المية جنيه، في الآخر الرجل دي 7 جنيه في حجره و5 جنيه راحت في الايه في المية. فقعد يبكي، لا في ساعتها لا كريدت ولا بريدت ولا مريدت ولا تروح فيه، وكان بياخدوا معهم الاكل والشرب. فقال العالم له: مالك فيه؟ قال: هذا القرد مال عمل ايه؟ خطف السره رمى 5 جنيه في الميه و7 جنيه سبحان الله العظيم في حجري. قال له: ما مهنتك؟ قال له: انا ابيع اللبن. قال: لا، تغش اللبن بالماء؟ قال له: نعم. قال له: ثمن الماء ذهب الى الماء، وانت قد تثمن اللبن، قد تاخذ اكثر من حقك، سبحان الله، انت غشاش، خدت فلوس اللبن، وسبحان الله. فالمؤمن ده واضح المعالم، المؤمن سبحان الله العظيم انسان يعلم سبحان الله ان ما بكم من نعمة فمن الله، وان اصابك مكروه يبقى منك انت، انت اللي زرعت المكروه، انت اللي زرعت الشر، سبحان الله، ازرع الخير تجده، سبحان الله، لن تجني من الشوك العنب. الإنسان سبحان الله عندما يستقيم على طريق الله ويكون مؤمنا صادقا يسأل نفسه: هل لو رآني رسول الله سر بي؟